وعلى الموضوع يسعدنا أن نرحب بعبد الجبار عويضة وهو رئيس مجلس العمال لواء المثلث الجنوبي. أهلا وسهلا بك. مساء الخير لكم، مساء الخير للجميع المشاهدين والمستمعين. يعني نتحدث عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، هل هذا الارتفاع سيؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الإسرائيلي؟ في الحقيقة الاقتصاد الإسرائيلي كل ارتفاع ممكن يؤثر عليه، ولكن احنا كاستدروت وايضا كحكومه مهم جدا ان نهتم في الوضع المالي للموظفين للعمال، لذلك نهتم ايضا انه يكون مستوى والحد الادنى في اقصى الارقام. صح اليوم احنا موجودين في 5300 شيكل، سوف يرتفع ان شاء الله من بدايه ابريل يعني في معاش رئيس 1/5 راح يكون زيادة في 272 شيكل في الحد الأدنى للأجور اللي راح يوصل 5571 شيكل إن شاء الله. حتى الارتفاع سيستمر حتى عام 2026 صحيح؟ هل سيتم الحقيقة؟ نعم. الحقيقة كان هذا في حالة صفقة الإطار، اتفاق الصفقة اللي هو كان ل 2000 انه يوصل 6000 شيكل، نعم، لنهاية 2026، ولكن ألغي بسبب حل الكنيسة. فلذلك هناك كان وزير العمل أمر انه زيادة الحد الأدنى انه يوصل ل 5571 شيكل. طبعا هذا كان بسبب الكورونا، عمليا كان في 2021 2022 لازم الحد الادنى كان يرتفع، ولكن بسبب الكورونا وعدم وجود معدل الاجر العام اللي هو اليوم بوصل تقريبا ل 11750 اللي في حاله ما فيش التحديد للايجار العام الممتاع التخاربة ماشي، في هاي الحالة لا تتم حتلنة الحد الأدنى. ولكن بما أنه حاليا من ورانا الكورونا وقضية هنالك في بداية سنة 2023 هنالك معدل الأجور في القطاع العام اللي هو 11700، لذلك إذا احنا بنشوف أنه هناك زيادة في سخار مينيمو في الحد الأدنى اللي يوصل 5571 شيكل. يعني نحن نعلم أننا استقبلنا هذا العام مع ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وأيضا شهر رمضان شهد أيضا ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والأسعار بشكل عام. يعني هناك موجة غلاء تجتاح البلدات العربية على وجه الخصوص، نعم، والبلاد. يعني سؤالي لك، يعني هل هذا الاتفاق الذي توصلت إليهم مع الهستدود وأرباب العمل ووزارة المالية هو اتفاق مرضي؟ لا، أنا أفكر إحنا كهستدروت مش راضيين، ولكن هذا صح خطوة إيجابية ولكن غير كافي. الحقيقة لازم نوصل الحد الأدنى ل 6000، ما نستناش ل 2027 أو 26، وإنما تكون قفزة. وصح هذا راح يأثر على الاقتصاد الإسرائيلي بالنسبة للميزانية الحكومة أو الدولة، ولكن كإحنا كاستدروت ورفاهية الموظفين والعمال فعلا لازم. لأن اليوم زي ما تفضلت موج الغلاء، مع أنه هذا في برضو اتفاقية عمل جديدة اللي فيه ارتفاع في الأجر 11%، لذلك شوي شوي إحنا كاستدروت بنحاول قدر الإمكان نعادل هذه الغبن في قضية الأجور، وبتأمل فعلا هاي اتفاقية الإطار وارتفاع الحد الأدنى أيضا يقدر يساعد الناس في إنه يقضوا على كل الشهر تبعيهم بالنسبة لغلاء المعيشة. طيب، ما هي التخصصات والقطاعات الأكثر تأثرا بارتفاع الحد الأدنى للأجور؟ طيب، مين اللي عنده حد، مين اللي عنده الأجر اللي هو منخفض؟ نعم، يعني ناخذ كل عمال النظافه، عمال البلديات وقطاعات اخرى اللي ما فيش عندها اتفاقيات عمل بالاساس، هي اكثر متضرره.
واحنا بنفكر انه هذا الاتفاق بيقدر يساعد. يعني اليوم 5000 5300 او 5600 شيكل ما بيقدر يوصل لمعيشه مستوى معيشي اللي هو جيد، فلذلك يجب انه يكون تحسين دائم مستمر. معروف انه كل سنه في شهر ابريل هناك حتلنا ل الاجر الحد الادنى، على شرط انه، واحنا على فكره احنا كجبهه، انا كممثل كجبهه، عاده نطلب انه الحد الادنى يجب ان يرتبط في غلاء المعيشه وفي المعدل العام من 60 ل 70%، ولكن اليوم الموجود في الحقل هو 47.5. يعني النسبه هاي صحيه نسبه مقبوله، ولكن احنا بنفكر لازم تزداد مشان تقدر توصل لمستوى معيشي وتقدر تسد الحاجيات تبعيات الموظفين. طيب مع التغييرات السياسية وأيضا الزعزعة الموجودة في الحكومة الإسرائيلية، هل كان موضوع الاتفاق صعب عليكم أنتم في منظمة الهستجوت مع وزارة المالية ووزير جديد في وزارة المالية وتغييرات في الوزارة وكل هذه الأمور، هل هذا شكل عائقا نحو التوصل إلى الاتفاق؟ فالحقيقة في عدم الثبات الحكومي وترجحها و عدم استقرارها كان تخوف كبير انه اتفاقيات العمل ما تتم وما نوصلش للاتفاق الاطار، ولكن في سرعه ما يفكر انه السيد ارنون بردبيد اللي هو رئيس الاستدرود في حكمته وفي قراءته للخارطه السياسيه وايضا للمستقبل فعلا كان ضغط ضغط كبير على وزارة المالية وأرباب العمل إنه فعلا يكون اتفاق جديد، وفعلا هناك في إطار جديد، وبتأمل إنه فعلا الحكومة على الأقل تستمر مشان الاتفاق يستمر، أوكي، على مشان مصلحة الجمهور العمال. صحيح، شكرا لك جزيل الشكر سيد عبد الجبار عويضة رئيس مجلس العمال لواء المثلث الجنوبي، شكرا لك.